The jet plane travels along the vertical parabolic path. When it is at point A, it has a speed of 200 meters per second, which is increasing at the rate 0.8 meters per second squared. يعني ده الAT. Determine the magnitude of the acceleration of the plane when it is at point A. يعني عايزين الAT والAR. الAT موجودة عندنا جاهزة. اللي هو tangent للباث 0.8 متر بير سكند تربيع. احنا محتاجين ال V عشان نجيب ال AR. AR V سكوير على رو، محتاجين الرو كمان، فممكن نشتق ال Y دي Y باي دي X، يعني لا خلينا نقول أحسن دي Y عشان ما نلخبطهاش مع ان الواي بار كأنها بالنسبة للزمن. دي واي باي دي اكس هتساوي 0.8 اكس، والمشتقة الثانية 0.8. ليه بقول كده؟ عشان اجيب الرو اللي هي 1 زائد الواي بار تربيع والكل اس 3 على 2 على واي دبل بار. يعني 1 زائد الواي بار اهي 0.8 في الاكس اللي هي 5 كيلو، نشتغل كله بالكيلو، ده تربيع الكل اس 3 على 2 وتقسيم برضو ده هخليه بالكيلو يبقى 0.8، وبالتالي يساوي 1 زائد 4 تربيع يعني 17 اس 1.5 تقسيم 0.8 يديني 87.62 كيلومتر. احنا عندنا ال V يبقى ال AR اللي هي V سكوير على رو، يعني 200 تربيع تقسيم ده متر بير سكند، لازم اخلي متر، ف 200 تربيع يعني 4 و 4 اصفار يبقى 40 على الأنصر، عشان هنا في 1.457 متر بير سكند تربيع. فتا عندنا ال AT اهي وعندنا ال AR، عارفين ان ال A كماجنتيود الجذر التربيعي، AT تربيع مع AR تربيع يساوي، أربع ده وأربع ال 0.8 واخد الجذر التربيعي للأنصر، فطلع 0.921 متر بير سكند.